السلام عليكم. احنا اليوم مره ثانيه بتاريخ 19/9/2021 موافق يوم الاحد، الحمد لله رب العالمين، توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا الطفل الولد السليم الله يحفظه لاهله ويحميه، بعد انتظار طويل عندهم بنت في البيت، في مشاكل كثير كانت موجوده، في متلازم تكيس مبايض. الحمد لله رب العالمين توفقنا بالمحاولة الأولى، جاهم هذا الولد الصبي السليم الله يحفظ الأهله. أنا سعيد جدا لهذه العائلة الكريمة، هذه العائلة المحترمة، لله وفقنا معاهم. هذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أتمنى من الله هذا الطفل المحترم الجميل لهذه العائلة المحترمة الجميلة الصحة والعافية والبركات دائما وأبدا. بشكر ربنا سبحانه وتعالى، دائما بقول احنا في المستشفى مش مسان، بنتعب ونجتهد والطواقم الطبية بتشتهد، واليوم 19/9 هو يوم زي ما حكيت لكم سابقا، هو يوم كبير تعبنا فيه، اجتهدنا كل الطواقم الطبية. برجع بشكر مرة ثانية دكتورة نجاين، دكتور خليل الباسطي، دكتورة نور، طاقم جميعا اللي تعاون معنا اليوم وقدرنا نحقق هاي الانجازات بفضل الله تعالى. استخدمنا كل التقنيات الحديثه في برنامج الحقل المجهري، قدرنا نوصل لهي النتيجه. اجانا هذا الطفل الولد الجميل الله يحفظ اهله، بعد انتظار طويل عندهم بنت في البيت في متلازم تكيس مبايض، قدرنا نحقق هذا النجاح. بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بقول لكم مبروك لهي العائله، مبروك لكل العائلات، بقول لكل الامهات وكل الناس اللي ربنا يعطيهم، ان شاء الله الله يعطيكم. واحنا بنسعى وبنجتهد والرزق بيجي عند ربنا، دائما بحكي هاي الجمله، رح نكون سعيدين جدا دائما ان ننجز ونعطي ونبدع، لكن كل هذا بيجي بفضل الله وبالرزق من عند ربنا. شكرا لكم، شكرا لكم. اذا بعد انتظار طويل في متلازم تكيس مبايض عندهم طفل بنت في البيت، جاهم هالولد الشاب الجميل الله يحفظ اهله وعيلته. شكرا لكم، شكرا كثير. احنا اليوم مستشفى شمسان تاريخ 19/9. شكرا، مع السلامه.